السلام عليكم رابع، اليوم حنحل كتاب التمارين صفحة 41. تمام، حنحل صفحة 41. هلأ عنوان الصفحة احتكاك. هلأ احنا أخذنا بالفيديوهات السابقة أن قوة الاحتكاك هي القوة التي تنشأ نتيجة تحرك جسم على سطح ما. تمام، وحكينا أنه دائما اتجاه قوة الاحتكاك وين حيكون؟ عكس اتجاه حركة الجسم. تمام، يعني السؤال هون حكالي اشرح بالرسم مثالين على الاحتكاك في يوم ما. طبعا بدي اشرح او بدي ارسم هون رسمة وهون رسمة ثانية. تمام، هلأ انا رح ارسم هون رسمتين. هسا انتو بدكم ترسموا على الكتاب التمارين رسمات وتصوروا لي اياهم وتبعثوا لي اياهم اشوفهم. تمام، طيب شو ممكن ارسم هون؟ هلأ ممكن مثلا نرسم صندوق. هون عندي صندوق، تمام، هون صندوق، وفي عندي هنا شخص عم بيسحب فيه، بيأثر فيه بقوة. هنا في عندي شخص واقف بيأثر فيه بقوة باتجاه وين؟ اليسار. هلا هاي الأرضية اللي هون، هاي شو بنعتبرها؟ خشنة. تمام، هاي سطح خشن. تمام، لازم أحدد وين اتجاه قوة الاحتكاك. هلا الشخص بيأثر فيه بقوة لليسار، معناته كيف حتكون قوة الاحتكاك؟ حتكون باتجاه معاكس، يعني هون هيك رح يكون اتجاه، هاي حتكون اتجاه قوة الاحتكاك، رح تكون لليمين لأن اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم. تمام، طيب شو ممكن أرسم مثال ثاني؟ مثال ثاني مثلا ممكن أرسم عندي هون طاولة، عندي هون مثلا طاولة بهذا الشكل، وهنا في عندي كتاب، هون في عندي كتاب محطوط على هاي الطاولة. تمام، عندي هون كتاب، ومثلا في عندي هون شخص بيحاول يسحب الكتاب باتجاه اليمين. ماشي، في عندي هون شخص بيأثر في الكتاب، بسحب فيه باتجاه اليمين، معناته وين حيكون اتجاه قوة الاحتكاك عكسه؟ حيكون هيك باتجاه اليسار. هيك حتكون هون، حيكون اتجاه قوة الاحتكاك حيكون باتجاه اليسار. هلأ أنا هون رسمت الرسمتين، أنتوا بترسموا رسمتين مختلفات وبتصوروا لي إياهم وبتبعثوا لي إياهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.